ما كان يخشى منه أصبح أمراً واقعاً في السودان، وتحولت شوارع البلاد إلى ساحات حرب. هي حرب مفتوحة على السلطة بين الجيش السوداني الذي يقوده الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وهدف كل منهما تنحية الآخر بحسب صحيفة ميل أون ساندي البريطانية. وعن سبب انفجار الأزمة، قالت مصادر صحفية إن عدم التوافق بشأن مدة دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة وإصرار حميتي على أن تكون الفترة 10 أعوام مع اشتراط احتفاظ الدعم السريع بجميع الامتيازات السياسية والمالية حول حلفاء الأمس لأعداء اليوم. وعلى الرغم من أن اتفاقية الحكم في السودان تنص على أنه لا يمكن لأي من البرهان أو دقلو الترشح للانتخابات المقبلة، إلا أن معهد واشنطن للدراسات دعا جميع الأطراف الفاعلة إلى إقناع عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو بالحد من طموحاتهما بدلا من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة وعلى نحو وصف بالخطير للغاية. ما يجري اليوم جاء في وقت كانت أنظار الشعب السوداني تنظر بأمل إلى انفراجة قريبة وسلام دائم، لتصف صحيفة الساندي تايمز ما جرى بمحاولة الانقلاب وضربة جديدة لآمال الاستقرار في السودان.